شهد الوضع الأمني في منطقة العاصمة السودانية يوم الجمعة تحسنا مقارنة بالأيام السابقة، لكن تبادلات صغيرة النطاق بين طرفي النزاع لا تزال تحدث، ويحلق الطيران الحربي بين الحين والآخر. وأصدرت المملكة العربية السعودية ودول أخرى وهي المسؤولة عن الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار السوداني بيانا مشتركا في نفس اليوم، قالت فيه إن احترام الهدنة والترتيبات الإنسانية من قبل الجانبين يتحسن منذ يوم الخميس، كما أشارت إلى أن الأعمال العدائية بين الجانبين لم تتوقف تماما. وعلى الرغم من أن النزاع المسلح لا يزال مستمرا، لكن منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء يوم الاثنين الماضي بدأ نظام الحياة في منطقة العاصمة يتعافى ببطء، وشهدت الطرقات مزيدا من المركبات، حيث استغل العديد من المواطنين فترة وقف إطلاق النار للهروب من منطقة العاصمة المعرضة للحرب. بالنسبة لأولئك الذين يختارون البقاء، فإن الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء والشبكات والاتصالات ونقص المواد المختلفة وارتفاع الأسعار هي مشاكل ملحة، مع الحروب المستمرة وارتفاع الأسعار والظروف المعيشية القاسية بشكل متزايد، يشعر الكثير من الناس بالارتباك بشأن المستقبل، وهم متشائمون للغاية بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وآفاقه. كل أشياء تضاعف، مثلا سعر كيلو الدقيق، وفي ندرة في بعض السلع، وحتى الدقيق بقى يقل كثير جدا في البقالات، أغلب البقالات ما بقى دقيق. لا حتستمر هي طالما اخترقوها في نفس يوم الهدنة، معناتها أصلا ما في هدنة، فحتستمر كده. احنا حنستمر كده، ما عارفين بيوتنا كل يوم يكسروا فيها في البحر، ما عارفين الحاصل علينا شنو، مع انك ايه دول حنمشي ولا حنشوفه.